السلام عليكم واهلا بيكم في البث الاسبوعي لقناه شوارعنا. بالنسبه للناس اللي بتشوفني لاول مره، احب اعرفكم بنفسي. انا احمد صاحب قناه شوارعنا، وقناه شوارعنا هي اول قناه مصريه على اليوتيوب بتقدم محتوى خاص بتصوير الشوارع والمعالم والاحياء المصريه، وبعمل بث مباشر في اماكن مختلفه كل اسبوع بناء على رغبه المتابعين. وكل سنه وانتم طيبين. النهارده اخر يوم في اجازه عيد الاضحى المبارك، واللايف احنا بنعمله كل جمعه بيكون في حدود الساعه 5، ولكن النهارده حبيت ان اخر الوقت شويه لان الساعه بتبقى 5، فمش كل الناس بتخرج والجو بيبقى حر شويه، فحبيت ان اخره واخليه 7 علشان نشوف الاجواء اكتر يعني، ونشوف بقى الناس في الشوارع ومظاهر الاحتفال بنهايه اجازه العيد. وكل سنه وانتم طيبين. والنهارده ان شاء الله اللايف ممكن يكون طويل شويه، هنشوف كذا مكان وهنمشي في كذا منطقه ان شاء الله باذن الله. انا في البدايه حاليا واقف في شارع شبرا، قريب جدا من دوران شبرا، وفي قدامي يعتبر محطه مترو رود الفرج. واهلا بكل الناس الموجودين معايا منوريني دايما. وحبيب كده في البدايه يعني قبل ما نتحرك، عاملين ايه؟ وحشني جدا، بقى لنا فتره يعني من الاسبوع اللي فات بقى، من اول يوم العيد من السبت اللي فات ما تمناش. عملت لكم فيديو عن اجواء العيد وبنعمل ايه في العيد بالظبط وكده يعني، والحمد لله يعني الفيديو عجبكم. وشكرا جدا لكل الناس اللي كتبت لي كلام كويس، والناس اللي دايما بتدعمني بكومنتاتها وبلايكاتها وبتشير فيديوهات بتاعتي، ومبسوط ان انا معاكم جدا دلوقتي. والنهارده بس يعني زي ما قلت لكم كده، هنعمل جوله بقى ايه، نشوف فيها مناطق كتير يعني. انا زي ما قلت لكم انا في شبرا، لسه هنروح بقى نروح وسط البلد والمدرسين والدقي والزمالك والمانيال ان شاء الله يعني. لسه مش عارف الدنيا تمشي ازاي، بس هحاول بقدر المستطاع ان انا يعني امشي في اشهر المناطق الموجوده واغطي مناطق كتير. انا بس في البدايه منتظر ان انا دقيقه او دقيقتين كده الناس تتجمع عشان نبدا نمشي مع بعض، وهحاول ان انا ارد عليكم سريعا كده. هدهد عامل ايه؟ احمد الحمد لله. هدهد يا رب تكون كويسه وبخير. استاذ سعاد الفايز السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذه ليلى اهلين، منور منوره يا استاذه ليلى. استاذ عمار الشارع ايه ده؟ احنا كده في شارع شبرا. الاميره الحسناء مساء الخير. مساء النور يا اميره. استاذه سوير كل سنه وانت طيب وانت طيبه وبخير. حسن كل سنه وانت طيب وانت طيب وبخير يا حسن. استاذ حيدر ازيك يا احمد؟ مساء وعسل. مساء وفل يا استاذ حيدر، اهلا بيك. استاذ حنان يوسف السلام عليكم، كل سنه وانت طيب. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، وانت طيبه وبخير يا استاذه حنان. احمد احمد احلى بلد، اهلا بيك. استاذ حماده ناصر اهلا بيك استاذ حماده. النوسي النوسي اهلا بيك يا النوسي. محمود الشحات اهلا بيك. زاد تشر اهلا بيك. استاذ ليلى اهلا بيكي. استاذ ايه اهلا بيك. استاذ سعاد استاذ محمود الشحات انا في السعوديه ونفسي انزل مصر، تنورنا ان شاء الله. استاذه فاتن مجدي اهلا بيكي. استاذه ندى احلى قناه، الله يخليك يا استاذه ندى، شكرا جدا ليك. احمد محمد انا بحب شبرا وشبرا كمان بتحبك. بلا ايليش استاذه ساره اهلا بيك يا بيلي، واهلا بيك يا استاذه ساره. استاذه حنان حنين مساء الخير مساء النور. احيانا لك من السعوديه اهلا بيك، وكل اهل السعوديه. استاذ اشوق استاذ عادل، ويلا بينا بقى. عادل من ايطاليا كل سنه طيب، شكرا على بدايتك الجميله، اهلا بيك يا استاذ عادل. وطولنا كده، ويلا بينا نبدا بقى. عايزكم ايه يعني، اربطوا الحزام كده عشان عندنا جوله طويله النهارده ان شاء الله باذن الله. نحاول بقى نعوضكم بيها عن كل الناس اللي ما خرجتش في العيد، ان شاء الله هخرجهم بقى وهيخرجوا معايا النهارده. وانا يا جماعه زي ما قلت انا كده في شارع شبرا، عايز اقول لكم ان يعني شارع شبرا احيانا لما كنت بعمل لايفات هنا البث ممكن يكون بيفصل شويه او الصوره ما بتكونش احسن حاجه، بس ان شاء الله زي ما انتم عارفين ان اللايف بينزل ثاني يوم بجوده التصوير كويسه جدا من حيث الصوت والصوره. واحنا كده يعني احنا كده خلاص في دوران شبرا، في فروع بازوكا فاتح هنا اهو جنب كرم الشام، ويعني ما شاء الله زي ما انتم شايفين الناس عامله ازاي. واحنا كده بالظبط في دوران شبرا، ودي محطه مترو رود الفرج، وفي موقف اتوبيس دوران شبرا هنا اهو. شبرا طبعا من المناطق الجميله جدا اللي المناطق القديمه اللي ليها تاريخ، اللي يعني بنلاقي فيها اجواء كل المناسبات زيها زي مناطق تاني كتير، زي مناطق تاني كتير هنعدي عليها النهارده. ولكن انا حبيت ابدا من هنا علشان ايه يعني، عامل خط سير في دماغي كده، يا رب الدنيا تظبط بس والطريق ما يكونش زحمه قوي، عشان لو الطريق كان زحمه قوي مش هنعرف نكمل للاخر يعني. يلا انطلق. انا انطلقت خلاص. عبد الهادي من اليمن اهلا بيك يا عبد الهادي، منور واهلا بكل اهل اليمن. ايه الزحمه دي؟ لا والله ده كده مش زحمه، الحته دي بتبقى دايما صعبه شويه يعني. احنا كده في دوران شبرا، دوران شبرا بالظبط زي ما انتم شايفين الشارع على اليمين وعلى الناحيه التانيه الشمال.
طبعا يمكن شارع شبرا انا صورته اكتر من مره قبل كده وشرحته، واللي على اليمين ده اللي هو يعتبر بدايه شارع رود الفرج، واللي على الشمال شارع خلوصي، شمال خلوصي ويمين رود الفرج. واهلا بكل الناس الموجوده معايا في البث المباشر. مين هنا يا جماعه شاف البوست اللي انا كنت منزله؟ انا حسيت ان مش ناس كتير لحقت تشوفه، يعني ده انا قلت في اللايف هيكون الساعه 7 مش 5. على فكرة اللايف ان شاء الله هيرجع تاني من الجمعة الجاية في ميعاده الطبيعي، هيرجع تاني الساعة 7، عفوا هيرجع تاني الساعة 5 في الميعاد الطبيعي. يعني بنت العراق مساء الفل الياسمين على مصر وعليك استاذي، الله يخليك يا هدهد، احلى لايك لعيونك النوس النوس، اهلا بيك. انا شفت البوست. طب كويس والله، كويس ان الناس شافت البوست. يعني ده شارع شبرا، طبعا الشارع جميل جدا والحمد لله هادي ورايق، ولكن يعني الطريق كعربيات هادي ورايق، ولكن طبعا زي ما انتم شايفين الناس على اليمين وعلى الشمال هتلاقوا الدنيا يعني مش هادية قوي ولا حاجة. كل سنة وانت كافة احبابك وانت بعيد بخير وسلام، الله يخليك يا استاذ مالك، شكرا جدا ليك منورني دايما. مطبخ عائلتي، ربنا يبارك فيك، لو تعرف انت بتفرحنا ببلدنا وشوارعها واحسن لايك، الله يخليك يا مطبخ عائلتي، او الله يخليكي، شكرا جدا ليكي. استاذ مصطفى الزواوي متابعك من بيروت، تحياتي لك والمشاهدين، اهلا بيك يا استاذ مصطفى. بصوا يا جماعه على الشمال هنا هو الممر، ممر الرعاه الصالح، الجزء ده متخصص في الملابس بس. طبعا احنا كده يعني الشارع ده بيكون واقف لحد يعني بعد ما سر بشويه كده، لكن زي ما انتم شايفين بقى اللي هو بقول لكم النهارده ان شاء الله يعني يعتبر اخر يوم اجازه رسمي من اجازه العيد، ف زي ما بقول لكم حابب ان انا افرجكم الاجواء والدنيا بتبقى عامله ازاي. واحنا يا جماعه كده في شارع شبرا، الشارع اللي جاي على اليمين ده من الشوارع المشهوره في شبرا، اسمه شارع توسن، هو اسمه رسميا او اسمه اتغير بقى اسمه ابن فضل الله العامري، لكن هو اصلا ده اسمه شارع توسن لان في نهايته في قصر توسن، توسن باشا من عائله محمد علي. سلام من المغرب، اهلا بيك يا استاذ حامد، شعبان الشاذلي مصر ام الدنيا، اهلا بيك يا استاذ شعبان. ابو حاتم اهلا بيك، واهلا بكل الناس اللي موجوده معانا، واحنا لسه مستمرين ومكملين في شارع شبرا. وانا تقريبا بدات من مكان بدري في شارع شبرا، كان المفروض ابدا من قدام علشان نعرف نشوف مناطق كتير، بس يعني تمام ماشي الحمد لله الطريق رايق، فنحاول ان احنا نغطي مناطق كتير. طبعا هيجي فيه على اليمين هنا المركز الرياضي بتاع شبرا، بعديه مدرسه مشهوره جدا اللي هي مدرسه التوفيقيه الثانويه شبرا مصر. الشارع اللي على الشمال ده اللي هو شارع شبلاني، شارع مستشفى شبرا العام او شارع كوتشينر كنت مصوره قبل كده. اجي على اليمين التوفيقيه من المدارس القديمه المشهوره، وعلى الشمال مدرسه شبرا الاعداديه، بس طبعا اسمها اتغير بقت النقيب مجدي الاعداديه بني، او الشهيد النقيب مجدي. السلام عليكم، منور يا احمد، معلش اتاخرت ولا يهمك يا استاذ ماجد، انت حبيبنا يعني تيجي في الوقت اللي انت عايزه. سلام من هيثم من السودان، اهلا بيك يا هيثم، منورني دايما. وادي الحته الزحمه على فكره يا جماعه، الشارع اللي على اليمين ده اسمه شارع مسره، تمام. الشارع ده يعني اللي بيخش فيه على طول تكمله لاخره تبقى عند كورنيش، عند كورنيش النيل قريب من كوبري امبابه عند الجزء بتاع ممشى اهل مصر. هنلاقي هنا برده محطه مترو مسره، شارع شبرا من الشوارع اللي فيها محطات مترو كتير، يعني زلاط، خلفاوي، سانت تريز، رود الفرج، مسره، حاجه تانية لا، بعد كده هيبقى في الشهداء اللي هي رمسيس. ابن اخويا عندكم في مصر، والله يا استاذ شعبان يعني اهلا بيك انت وابن اخوك، ابن اخوك منورنا وانت ان شاء الله تيجي تنورنا في اقرب وقت. يعني احبك من جده يا احمد، الله يخليك يا ار واي، مش عارف اسمك ايه بس يعني اهلا بيك وكل اهل السعوديه. ام عمر منور يا احمد، الله يخليك يا ام عمر، شكرا جدا ليكي. يا رب الصوت يكون كويس والصوره تكون واضحه الى حد ما، وزي ما انتم عارفين يعني ما تلاقوش كده كده ان شاء الله هوريكم ان شاء الله الحاجات دي. الفيديو هينزل تاني بكره بجوده افضل من حيث الصوت والصوره. لسه مستمرين في شارع شبرا، احنا كده عدينا على محطة مترو مسرة يعني، وقربنا بقى يعني او احنا داخلين خلاص على
اول شبرا على يمنا هنا، والحي والضرايب والحاجات دي بتاعت شبرا، المباني الكبيره دي. بعدين في مدرسه مشهوره اسمها الليسيه، الليسيه الفرنسي. مساء الخير يا احمد، استاذه نبيله، اهلا بك يا استاذه نبيله، منورانا دايما. استاذه نبيله معانا على في اليوتيوب والانستجرام. على فكره يا جماعه تلاقوا اكونت الانستجرام في الصندوق الوصف اول حاجه، يعني الناس اللي حابه البث المباشر انا هتلاقوني موجود هناك بشكل مستمر، يعني بعمل شورتس وبصور حاجات بسيطه وبعمل لايفات بس ما بتبقاش طويله زي اليوتيوب، بس بكون موجود بشكل يعني ايه شبه يومي، يعني اللي هو ممكن انزل حاجات يوم او يومين ورا بعض ويوم لا او كده يعني. استاذ امال كل عام وانت بخير. هدهد بتقول لي الصوت والصوره تمام. طب الحمد لله يا استاذه هدهد، شكرا ليكي. ميرو شبرا وجمال شبرا، اهلا بيك يا ميرو، شبرا جميله طبعا. مين هنا المدرسه اللي بقولكوا عليها؟ وعلى الشمال طبعا، بصوا شايف الشارع عامل ازاي. على فكره يا جماعه للناس اللي عايزه تعرف شارع شبرا بالتفصيل بيبدا منين وبينتهي فين وتاريخ وقصه شبرا مصر، هتلاقوني عاملاها فيديو طويل اتكلمت فيه عن خدت الشارع من اوله لاخره وشرحت فيه يعني اشهر الحاجات والمعالم بالتفصيل يعني. لكن طبعا البث المباشر زي ما احنا عارفين احنا بيكون الغرض منه ان انا اتواصل معاكم واسلم عليكم وندردش كده ونتكلم مع بعض ونشوف الشارع بشكل مباشر. يعني المباشر طبعا بيكون ليه متعه خاصه وناس كتير جدا بتطلبه مني، وده من اكتر الاسباب اللي بتخليني اعمله، يعني ان انا برضو من خلال المباشر بعرف اسلم عليكم واتواصل معاكم. استاذ طارق السلام عليكم. اللابتوب ازاي شكله عطلان، فاحنا هنحاول بقى ايه نمشي كده من جنبيه لحد ما يصلحوا الدنيا. في على الشمال هنا بيتك، وعلى اليمين البنزينة دي وشارع البعثة اللي جنبها الدخلة اللي فاتت اللي هي بتاعت كوبري اكتوبر. الحمد لله الشارع رايق، الصوت تمام والصورة تمام في رعاية الله. الله يخليك يا استاذ طارق. استاذ طلال كل سنة وانت طيب. اخوي احمد ايه حاسس ان مفيش زحمة كالمعتاد؟ والله الحمد لله الزحمة لسه هتبقى كمان شوية يعني. وبعدين كانت الزحمة في منطقة شبرا او في معظم المناطق زحمة قبل العيد اكتر من زحمة العيد، عشان قبل العيد الناس كلها بتنزل تشتري وتجهز وكده، لكن في العيد مش كله بيخرج. وبعدين الشارع يعني بيكون متقسم اجزاء، الجزء بتاع الدوران ده تلاقيه زحمة، هنا في اول شبرا تلاقيه بقى هادي شوية. هننزل النفق ونخش على نتقاطع مع الجلاء ونتقاطع مع شارع رمسيس ونخش شارع عرابي، هتلاقي الدنيا بقت زحمة تاني جدا. شارع البعثة، اه شارع البعثة كان قديما يعني بعثة الروباني الكاثوليك اللي جم هنا مصر، فكانوا كانوا موجودين في الشارع ده يعني، فده سبب تسمية شارع البعثة. على اليمين ده شارع جزيرة بدران، يمكن انا كنت صورته قبل كده، ده يعتبر خلاص اخر شارع بعد كده بننزل النفق. شارع جزيرة بدران، وجزيرة بدران دي من اوائل الاماكن اللي كانت موجودة يعني شبرا. ورجعوا بقى للفيديو القديم هتلاقوا القصة كاملة. واحنا كده نازلين نفق شبرا، طبعا نفق شبرا اللي بيعدينا من تحت السكة الحديد، هو اصلا اسمه يعني رسميا نفق السبتية. الجو تحفة بجد، احنا معاك في السيارة مستمتعين بالاجواء. طب الحمد لله يا ميرو، كويس ان انتم مستمتعين يعني، دي اهم حاجة عندي. هو على فكرة الجو النهاردة وامبارح كمان يعني، انا امبارح بالليل كنت في الشارع فكنت حاسس ان الجو لطيف جدا يعني، درجة الحرارة كانت مظبوطة كده وفي نسمة هواء جميلة، والنهاردة كمان حاسس كده يعني. يا رب دايما تفضل الحرارة جميلة مظبوطة عندنا يعني. الاخ الفاضل احمد امس عليك وعلى المتابعين، اقول لكم عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير والوطن العربي. الله يخليك يا استاذ محمد، شكرا جدا ليك. فيري السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عيد سعيد، اهلا بيك، شكرا جدا ليك، كل سنه وانت طيبه ومعيد وانت طيب يا استاذ رمضان. واحنا كده يا جماعه خلاص احنا كده بقينا في منطقه القللي، طبعا القللي علشان في جامع القللي ورا، وفي على الشمال هناك كده اسم الازبكيه وموقف السوبر جيت للناس اللي بتيجي تركب من هنا. على اليمين هنا ورئاسه حي الازبكيه، واحنا كده يا جماعه هنتقاطع مع شارع الجلال. انا مش عارف اخش الجلاء ومن الجلاء الف على شارع رمسيس وبعدين اخش عبقري ثروت وسط البلد طلعت حرب، ولا اكمل على طول عرابي، والله مش عارف.
متى حلقة كينيا مكان راح تنزل ان شاء الله بعد يعني الفترة الجاية انزل لكم يعني في على فكرة حلقات كتير ان شاء الله هعملها كينيا مكان. يعني اشتركوا بس في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وعلشان اول ما انزل حلقة لكينيا مكان يعني تشوفوها او يوصل لكم اشعار ان انا نزلت. يعني لسه ان شاء الله يكون في حاجات كتير، ناس كتير لسه، اسماعيل ياسين وفؤاد المهندس وسعد حسني ورشدي اباظه وليلى مراد وقصه كبيره بقى، ونجيب محفوظ والسادات وجمال عبد الناصر ويوسف السباعي ويوسف ادريس والشيخ محمود خليل الحصري، ولسه في ناس كتير ان شاء الله هصورها لكم. احنا كده يا جماعه الشارع ده شارع الجلاء، تقاطعنا معاه. لو كنا مشينا يمين في شارع الجلاء اللي فات هو اتجاه واحد يمين هيودينا التحرير. الشارع ده اللي انا هتقاطع معاه ده شارع رمسيس، لو مشينا منه شمال هيودينا على رمسيس. يعني هما الشارعين دول كل شارع شغال اتجاه واحد، بس انا هشد هنا بس عشان الحق الاشاره. كل شارع شغال اتجاه، كل شارع يعني رمسيس اتجاه رمسيس بس، والجلاء اتجاه التحرير بس. وده طبعا نجيب الريحاني، يمكن انا صورته في اخر فيديو نزلته اللي هو بتاع العيد. اللي هيخش نجيب الريحاني من هنا هيكمل بقى تقاطع مع الجمهوريه ويكمل على طول لحد ما يوصل لفلوت بيك. على وسط البلد احنا كده في شارع عرابي. ما ده نشوف نزلة السمان. والله بص نزلة السمان هيبقى صعب دلوقتي عشان الجو، يعني احنا في الصيف. نزلة السمان دي ان شاء الله بوديها لكم في الشتاء، ونبقى نركب خيل بقى ونظبط الدنيا هناك. ودي قهوة ام كلثوم هنا اهي، على طول شغالين اغاني ام كلثوم. واحنا كده في شارع عرابي، وشارع عرابي يا جماعة انا كنت صورته قبل كده، ونلاقي هنا عمارة الشماعة قدام كان فيها رشدي اباظة. علي النافع يا عسل الله يخليك يا استاذ علي. استاذه اسماء اوعى تكون قربت تخلص. لا ما تقلقيش النهارده اسماء اليوم هيبقى طويل شويه، يعني لسه ما خلصتش. احنا كده في شارع عرابي هنا اهو، في بدايه تعتبر داخلين على بدايه شارع الالفي. وانا طبعا الجزء اللي صورته بس كنت صورته الصبح، صورت عرابي مع شامبليون، اتكلمت عن قصر سعيد حليم باشا وكل القصه دي. طبعا بصوا بقى شارع الالفي هتلاقوا الدنيا هايصة طبعا هنا. كان انا صورت جزء كبير من شارع الالفي هنا. خلينا نرجع الكاميرا تاني كده يا رب الصورة تكون واضحة ليكوا يعني بنسبة كبيرة، يعني عشان العربية مش بعرف احرك الكاميرا بشكل كبير، الموضوع بيبقى يمين شمال بس. احنا كده يعتبر خلاص يعني داخلين على اليمين ده التوفيقية، شارع التوفيقية ده اللي هو في اكسسوارات السيارات، والشارع ده اللي هو بتخشوا من هنا تخرج على شارع رمسيس على طول. وبعد التوفيقية طبعا ده 26 يوليو، شارع 26 يوليو ده قصة كبيرة، هيبقى ليه فيديو قريب ان شاء الله، بس فيديو هيبقى شامل يعني هتكلم فيه عن حاجات كتير قوي ما محدش يتكلم عنها، وفي حاجات كتير قوي وفي علامات كتير وعمارات كتير ومحدش عارفها يعني. فان شاء الله بحاول اوضح لكم كل الحاجات دي. شارع 26 يوليو طبعا من الحاجات الجميله جدا اللي بصوا الشارع اتفتح، منظر الاسوار كان مش لطيف خالص، فالحمد لله الشارع اتفتح. فلما بنبص يمين كده بنقدر نشوف دار القضاء العالي وشارع رمسيس ومحطه ناصر اهي، تبقى محطه كبيره جدا وواسعه. كويس ان طلعت حرب الى حد ما مش زحمة، علشان نكمل في طلعت حرب وربنا احبكم او احنا كمان يا استاذ علي او يا استاذ نافع بنحبك. طلعت حرب بس طبعا يعني ايه مش زحمة قوي، يعني الناس طبعا زحمة زي ما انتوا شايفين وكل سنة وانتوا طيبين، بس الحمد لله ان العربيات مش زحمة قوي. يعني سينما على اليمين، عفوا على الشمال سينما مترو. تمام، وهنلاقي هنا على اليمين سينما ميامي، فيلم تامر حسني وفيلم كيرة والحاجات دي اللي معروضة في الوقت الحالي. وده طبعا على الشمال ده شارع عدلي. في هنا على اليمين عمارة يعقوبيان اللي انا كنت صورتها واتكلمت عنها بالتفصيل، واللي هي مش باينة، انا عارف ان هي مش باينه.
بروح الفجالة، والفجالة يعني خلاص ورا شوية في شارع رمسيس. يعني خلينا دلوقتي في الحاجات الحلوة دي. رائعك على العيد، الله يخليك. ومعلش يا جماعة بعتذر جدا لو حد حاول اللي هو يكتب لي حاجة ومعرفتش أرد عليه. احنا كده يا جماعة منتظرين بقى الإشارة دي اللي هي بتبقى دايما واقفة، اللي هي تقاطع تقاطع طلعت حرب مع عبد الخالق ثروت. وهحاول أقرأ الكومنتات اللي فاتتني سريعا كده. أستاذة نانو وكالعادة رائعة، الله يخليك يا أستاذة نانو. أستاذة ودود كله تمام، ميرو صوت الصورة تمام، أستاذة أمال بحب الشارع ده قوي، هو الشارع جميل فعلا. موكي السلام عليك متعتنا، الله يخليك يا موكي. فهد روح الفجالة مرة تانية، أستاذ فهد. أستاذ وليد بعت لي 3 ميداليات دهب، شكرا يا أستاذ وليد. أستاذ هاني السلام عليكم، الله حضرتك رائع، انا بحترمك ونفسي اشوف تومان بايظ ليه من الاول، عايز اتون انا مصر عايش في السعوديه مصر ان شاء الله. يا استاذ هاني هصور ان شاء الله الحلميه وتومان بايظ ليه من الاول وسنان كل الكلام ده. محمود استاذ محمد كارم اهلا بيك. استاذ اسلام فوزي كل سنه وانت طيب، انت طيب يا استاذ اسلام. ميرو ناس الحلو ايه، معلش ميرو بالفسحه جميله، شكرا يا احمد، الله يخليك يا استاذه ندى، شكرا ليكي. استاذه ليلى احنا مستمتعين معاك من غير ما ترد، الله يخليكي يا استاذه ليلى، شكرا ليكي. فهد القعوص طبعا القاهره حار جدا، صح؟ لا مش حار جدا ولا حاجه، درجه الحراره عندنا مثلا النهارده كانت 34 اعتقد يعني الصبح، دلوقتي درجه الحراره حوالي 20 درجه ولا 22 درجه حاجه زي كده، الجو معتدل جدا دلوقتي يعني. انا معاك من سرايب البوسنه اهلا بيك. بنت العراق مصر جميلة في زحمتها وفي هدوءها، وبكرة السبت تكون أحلى كمان. هتكون أحلى طبعا. تحياتي وتقديري لك يا أخي الكريم توفيق من المغرب، أهلا بيك يا أستاذ توفيق وكل أهل المغرب، وشكرا جدا ليك، ربنا يسترها معاك يا أحمد، الله يخليك يا ندى. يعني الجو في اللذيذ، الجو في اللذيذ جدا طبعا زي ما انت شايف، احنا كمان لما نعدي الإشارة دي الجو هيكون في اللذيذ أكتر. طبعا الاشاره دي بتطول يا جماعه، لان اللي جاي من عبد الخالق ثروت ده جاي من شارع رمسيس، يعني احنا لو مشينا يمين كده هنوصل شارع رمسيس، فالعربيات اللي جايه دي جايه من رمسيس، فبيوقفوا طلعت حرب شويه عشان يمشوا رمسيس. وهنا ما شاء الله كرم الشام دايما كده زي ما انتم شايفين، كانت الدنيا جميله. وطبعا طلعت حرب انا صورته كتير قبل كده، فانا عايزكم بقى تستمتعوا بشكل الشارع، ومش عايز اقعد اتكلم كتير عشان في ناس بتقول لي ما تتكلمش كتير. علي نافع اقول اسم، اهلا بيك يا استاذ علي، قلت اسمك اهو. هنا يا جماعه شارع عبد الحميد سعيد، اللي على اليمين ده واللي على الشمال ده طبعا العبد، وهيجي بعد عبد الحميد سعيد شارع معروف، اسم الشارع معروف على اليمين ده، اللي هو قلت لكم العماره اللي هي في اول، اللي يعتبر اول عماره دي، اتنين شارع معروف اللي هي كانت اتصور فيها فيلم عماره يعقوبيان، اتكلمت عنها في الفيديو اللي عامله من قريب عن عمارة يعقوبيان. مساء الخير يا احمد وكل سنه وانت طيب، وانت طيبه وخير يا استاذه سناء، والله وسط البلد جميله جدا يعني، التمشيه دلوقتي تحفه وحتى الشارع مش زحمه، ف خلي الموضوع احسن. وللاسف الاشاره قفلت علينا ما لحقناهاش، بس مش مهم يعني، المهم ان انتوا تكونوا مستمتعين. طبعا ميدان طلعت حرب، شايفين يا جماعه التمثال في وشي، والشارع اللي هو يعني اللي انا فيه ده طلعت حرب، وامتداده كمان طلعت حرب، بس امتداده بيكون اتجاه معاكس، نمشي فيه على رجلينا ما ينفعش نمشي فيه بالعربيه، بالعربيه بقى لما نكون في التحرير نخش طلعت حرب. طبعا كل الشارع شرحناها، الاثنين طلعت حرب واثنين قصر النيل، واللي هو الشمال قوي ده صبر بعلم، واليمين قوي ده محمود بسيوني. اتكلم كتير براحتك، بالعكس تعليقك ممتاز ومفيد جدا محمد كرم، شكرا يا استاذ محمد، تتكلم براحتك شكرا. استاذ بيلي بتقول لي عرابي، احنا كنا في شارع عرابي وخلاص كده مكملين بقى. ايه ده محمود، ده محمود بسيوني، واللي انا داخله ده قصر النيل. وحشتنا اجواء مصر استاذ ايمن حسان، ان شاء الله ترجع لنا بالسلامه يا استاذ ايمن، تعيش اجواء مصر بنفسك يعني. يا رب كده الصوره تكون واضحه وتكونوا سامعيني كويس والصوت يكون واضح.
طبعا مليان فنادق كتير، يعني فنادق كبيرة ومشهورة. تصوير 10/10. طب الحمد لله، صوت وصورة تمام. طب الحمد لله يا أستاذة ندى، وأهلا بكل الناس الموجودين معايا، وشكرا جدا للناس اللي عملت لايك ظاهرين عندي الاسم اهو. خليكم معايا بقى علشان حابب ان انا اشكركم بعد ما نخلص اللايف، كل واحد لازم اشكره باسمه يعني. الحمد لله ان الصوت والصورة واضحين، واحنا داخلين على ميدان التحرير طبعا من اجمل الميادين ومن اشهر الميادين الموجودة في مصر، ميدان التحرير. كله تمام، الصوت الصورة والصوت مفيش أحسن من كده. حمادة محمد الهيامي، طب الحمد لله على النبي أستاذ محمد. الأنوار والإضاءات اللي اتعملت دي يعني خلت شكل الميدان جميل، وفي في الوش أهو الأربع كباش والمسلة اللي وزنها 100 طن الموجودة في نص الميدان، منورة نص الميدان. على فكرة مجمع التحرير اللي في الوش ده يعني قالوا إن هو هيتعمل فندق قريب إن شاء الله. في طبعا اليمين قوي اللي هو قصر النيل، بس انا مش هروح قصر النيل دلوقتي، عشان لما بنروح بنخش قصر النيل بنتزني وما بنعرفش نتحرك، ووقت كتير جدا بيضيع. فعايزين نستغل الوقت ده بان احنا نشوف اكبر قدر من المناطق والشوارع العموميه الرئيسيه والناس وكل الحاجات دي يعني. يا احمد وسط البلد مش زي زمان، في الزحمة مع المدن الجديدة والمناطق. طبعا يعني مع المدن الجديدة طبعا الضغط خف على وسط البلد. الصوت مميز، مذيع بدرجة امتياز، اتكلم براحتك من وسط الزحمة. الله يخليكي يا ميرو، انا عملت لايك قبل ما يبدأ البث، الله يخليكي وشكرا جدا ليك والله. بصوا يا جماعة انا هدخل بقى ايه يعني شارع عبد القادر حمزة، تمام، عبد القادر حمزة. وعلى فكرة في تمثال على اليمين قوي مش واضح قوي يعني، ده تمثال عمر مكرم يا جماعه، تمثال عمر مكرم. والجامع ده، ده جامع عمر مكرم، هو ده الجامع المشهور اللي هو كان بيطلع منه اشهر يعني جنازه اشهر الشخصيات. جامع عمر مكرم اللي على اليمين، عمر مكرم يعتبر في ميدان التحرير. واحنا كده يعتبر يعني لو هنتكلم اداريا ان يعني احنا كده تابعين لجاردن سيتي. عبد القادر حمزه وفندق انتر كونتيننتال سيمراميس اهو. طبعا اليمين ده يا جماعه يعني اللي هيخش يمين ده يبقى على الكورنيش اتجاه التحرير، يعني كاننا بنرجع تاني. وممكن تخش يمين وتطلع كوبري قصر النيل، لكن احنا مش هنخش يمين، احنا نمشي على طول عشان نبقى في الكورنيش ولكن مش اتجاه التحرير، الاتجاه التاني. ده سيمون بوليفار، التمثال اللي فات ده بتاع سيمون بوليفار. نروح جاردن سيتي، احنا هنعدي على الكورنيش بتاع جاردن سيتي، لكن لو دخلنا جاردن سيتي هنقعد نلف حوالين نفسنا وهنطلع على القصر العيني. احنا هنمشي في كورنيش جاردن سيتي كده نشوفه في العين عامل ازاي، لان الكورنيش ده بيكون دايما هادي خالص. السور ده اللي موجود قدامنا ده بتاع مشروع ممشى اهل مصر، لان هي دي المرحله الاخيره اللي هي من كوبري قصر النيل لحد كوبري المانيا. وعلى فكره هتلاقوا في فتحات وفي تحت مراكب وفي قعدات وفي كافيهات وحاجات زي كده كتير يعني. احنا خلينا على طول كده الله والمسار العظيم. اهلا بيك يا استاذ عثمان العزام، السفاره الانجليزيه على فكره اللي على شمالي. وفي الوش فوق فندق كامبينسكي، طبعا قريب جدا ان شاء الله السور ده هيتشال. واللي عايز يشوف الكورنيش من غير السور ده، انا كنت مصور السنه اللي فاتت حلقه جاردن سيتي، وشوفوها هتلاقوا فيها الدنيا جميله جدا. وان شاء الله بعمل لكم فيديوهات في جاردن سيتي وهو تاني في حلقات تانية مكان برضو، لان جاردن سيتي ساكن فيها ناس من المشاهير. ان شاء الله بصور لكم جاردن سيتي واشهر المشاهير اللي فيها. واحنا على الشمال كده اهو يعتبر اول شارع هو احمد باشا كمال، لسه مكملين في كورنيش جاردن سيتي. وللاسف الكورنيش كله اتقفل، اتمنى ان يكون مفتوح في العيد، بس يلا يعني هتتعوض ان شاء الله. الصورة حلوة، مبسوطين بالاجواء. طب الحمد لله ان الصورة حلوة، والاهم انكم مبسوطين.
الصورة، بص الصورة مش واضحة، أحيانا بتكون مش واضحة أنا عارف، وده علشان بس مباشر، وإن شاء الله الفيديو بينزل تاني يوم بجودة التصوير، يعني إحنا بنعمله الجمعة بينزل السبت بجودة التصوير كويسة جدا، من غير تقطيع، من غير تشويش، من غير أي حاجة. طبعا اللي على شمالي ده فندق مشهور جدا اللي هو الفور سيزون. فور سيزون فكرة، في فور سيزون تاني اللي هو في شارع مراد قدام حديقة الحيوان، بس ما تتلخبطوش يعني، ده فور سيزون جاردن سيتي، كورنيش جاردن سيتي، في واحد تاني شارع مراد، في اللي على اليمين ده انا كنت صورت الحاجات دي كلها، جراند نايل تاور او جراند حياة على اليمين. ولكن انا كده ماشي علشان رايح على المانيال، ناخد جولة سريعة كده في شارع المانيال، نشوف كوبري عباس، نشوف شارع النيل، نشوف حاجات تاني كتير يعني. رابط صيادلة مصر في جاردن سيتي. ابو يوسف كل سنة وانت طيب، وانت طيب وبخير يا ابو يوسف. الصورة مش واضحة في انقطاع يا استاذة نبيلة، انت قديمة معانا يعني. المفروض تكون حفظت السيستم. بصوا يا جماعة الكورنيش ده دايما هادي، دايما هادي، كل ما بعدي حتى ما بلاقيش ناس قاعدة عليه. لولو لولو كل سنة وانتم بألف خير وعافية يا رب وعيد مبارك يا أستاذ أحمد، الله يخليك. أنا ميسون من بغداد، سلام إلى مصر حبيبة جميلة، أهلا بيك يا ميسون وأهلا بكل أهل العراق وبغداد. لا والله في ناس بتصطاد هنا وعلى الكورنيش كويس. ودي آخر دخلة الجاردن سيتي، وبعد كده هنكمل على طول إجباري، احنا خلاص داخلين على المانيا. ده طبعا القصر العيني، احنا كده يا جماعه بدأنا في شبرا، خلصنا من شبرا، عدينا على شارع الجلاء وشارع رمسيس، استقطعنا معاهم ودخلنا دخلنا شارع عرابي وسط البلد، طلعت حرب ميدان التحرير عبد القادر حمزه، لحد ما وصلنا لكورنيش جاردن سيتي، سيمون بوليفار، كورنيش جاردن سيتي، وجينا هنا على المانيال. احنا كده دخلنا المانيال يا جماعه، اول ما عدينا الكوبري بقينا كده يعتبر في المانيال رسميا يعني، في وشي قدام قصر محمد علي، قصر الامير محمد علي اللي هو يعني من اسره محمد علي الكبير، ويمكن انا كنت صورت من جوه. وعلى فكره المكان ده خروجه جميله جدا يعني، سعر التذكره مش غالي قوي، بس في جوه متاحف وسرايات وجناين وحاجات كتير جدا ممكن تشوفوها يعني. مصر وجمالها، خليك يا استاذ امير، والله شكرا جدا ليك، وبشكر تاني الناس اللي عملت لايك، وبشكر جدا الناس اللي بتشير الفيديوهات بتاعتي، دي من اكتر الحاجات اللي بتساعدني. خلينا بقى نروح نشوف شارع المانيال، اعتقد هيبقى يعني هادي بنسبة كبيرة دلوقتي. طبعا يا جماعه على طول كده في الوش كوبري الجامعه، تمام، لكن احنا هنخش على شارع المانيال، يعني اللي هيكمل على طول يا اما كوبري الجامعه يا اما يخش شمال في عبد العزيز ال سعود، يا اما يمين ويلف ويرجع تاني يعني. محمد مصطفى عامل ايه يا احمد، انا ام لؤي اسكندريه، اهلا بيك يا ام لؤي، شكرا جدا ليكم منوراني، انا الحمد لله بخير. هلا استاذ احمد منور كل الدنيا، الله يخليك يا استاذ علاء، علاء محمد ربنا يجازيك كل خير، الله يخليك يا محمد مصطفى، شكرا ليك يا ام لؤي، معلش انا اسف. يعني غيري اسم الاكونت علشان ما تلخبطش. واحنا يا جماعه دخلنا شارع المانيال من اوله، طبعا شارع المانيال يعتبر هو اطول شارع في المانيال، لان هو الشارع الوحيد اللي مكمل من بعد ميدان الرودة، بنكمل على طول بقى بنخش مانيال الرودة، بس يعني واضح ان الدنيا هاديه قوي في المانيال، بس يعني كويس بالمناسبة يعني، أو يعني قاعدين بنتمشى فنشوفه بالليل، تعبينك معانا ولا يهمني خالص يا أم لأي، تعبك راحة والله، المهم اللي انتوا تكونوا مبسوطين يعني أهم حاجة عندي. مساء الخير يا أبو حميد، أنا لسه كنت في شارع
المايك استاذ راوي عمر. صح كويس. يا رب تكون اتبسطت يعني في الخروجه بتاعت شارع المانيا. هحاول. حاضر يا ام ملاي، حاولي كده علشان ما تلخبطش يعني. روح محور 26 يوليو، والله هم قافلينه من ناحيه ميدان لبن يعني لبن اكتوبر وراجع تاني قافلينه، بيخلونا يعني اخر مره اللي انت اطلع الدائري عند الصحراوي والف لفه كبيره وانزل تاني، فلما يخلص ان شاء الله بصوره. وبعدين انا كنت مصوره من فتره قبل كده في الفيديو اللي هو الطريق الى اكتوبر، صورت المحور كله من اوله، من اول نقطه فيه لحد طريق الواحات يعني. واحنا كده يا جماعه في شارع المانيال، طبعا شارع المانيال غني عن التعريف، وانا كنت صورته كذا مره قبل كده، واحاول ان انا امسك اليمين بس علشان في ناس كتير ورايا عايزه تعدي، في واحد بموتوسيكل عمال يزمر، هو مش واحد هما ثلاثه على الموتوسيكل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ان الدنيا رايقة والله، يعني انا مبسوط والله علشان ايه نعرف نغطي اكبر قدر ممكن. انا كده عايزكم تعدوا معايا، احنا كده شبرا ووسط البلد والمنيل، طبعا كوبري عباس يعني خلاص يعني بقى قريبين من الجيزة، فممكن نقول الجيزة معانا. انت حد يجي القاهرة سياحة حالا ولا الجو صعب؟ ده احلى وقت للقاهرة دلوقتي، ده احنا في موسم السياحة. اتكلم براحتك. طب الحمد لله. حاضر يا اصل دي احنا كده يا جماعة في ميدان الباشا، ميدان طبعا اتجدد واتطور. انا كنت مصور شارع المانيال من فترة كبيرة، من سنتين تقريبا، ف ممكن تشوفوه الفيديو القديم وتشوفوا الفيديو الجديد ده، هتلاقوا فعلا ان حاجات كتير جدا اتغيرت يعني. اي مدينه دي؟ بصوا المانيال يا جماعه جزيره في النيل، ولكنها تتبع محافظه القاهره والزمالك جزيره. المانيال جزيره والزمالك جزيره، وفي جزر تاني، بس المانيال والزمالك تابعين لمحافظه القاهره، والمانيال تحديدا تبع الاسم مصر القديم يعني. حتى الخريطه بتاعت الاثار يعني تلاقوا اثار المانيال كلها تبع لمصر القديمه يعني، مياس النيل وقصر الامير محمد علي وقصر المانستير وكل الحاجات دي. هو شارع المانيال يعني مش طويل قوي، حتى الجزء بتاع ماك ده كان الدنيا هنا بتبقى زحمه شويه، بس النهارده الدنيا رايقه. ممكن احكي لكم عن اصعب موقف اتعرضت لها يعني ليه. الحمد لله بقى يعني ما بتعرضش لمواقف صعبه يعني، الحمد لله، وان شاء الله انتوا كمان ما تتعرضوش لمواقف صعبه. عندما سأزور مصر سأنظر لفيديوهاتك السابقة حتى أقوم بجدول زيارة الأماكن التي خلقت لي دول زيارة. طب كويس، لما تيجي مصر فعلا يبقى شوف الفيديوهات كده، ألقي نظرة عليها عشان تفهم الدنيا ماشية ازاي، وإن شاء الله أنا بعمل لكم فيديوهات مخصوص للناس اللي هتيجي مصر تمشي ازاي، ويا أفضل الأماكن وأفضل المناطق يعني. لسه إن شاء الله بعمل في حاجات كتير إن شاء الله بحاول أعملها، محتاجة بس ترتيب وتركيز و تحضير وتنفيذ. مساء الخير للجميع، نهاية عيد سعيدة، اللهم امين يا رب علينا وعليك يا استاذ نشأت، استاذ هاني. ان شاء الله ارجع مصر زيارة شهر 9 ان شاء الله تنورنا. احنا كده يا جماعة كنا في ميدان الروضة، خلصنا شارع المانيا اللي في ميدان الروضة، وداخلين على يعتبر احنا كده في شارع الروضة تمام، وفي في وشنا كوبري عباس تمام، وفي قبل كوبري عباس في اللي هو اليمين ده اللي هو شارع عبد العزيز آل سعود، اليمين والشمال شارع عبد العزيز آل سعود، واحنا كده على كوبري عباس. وبعتذر لو كان مثلا الصوره مش احسن حاجه، انا عارف ان هي ممكن تكون بتقطع او كده، ولكن مش دايما بتقطع يعني، وبكره ان شاء الله تبقى زي الفل. طبعا بص بقى كوبري عباس زحمه، ايس كريم ويتين شوكي وحمص الشام وناس كتير قاعده، بس يمكن عشان الدنيا ليل فالموضوع مش باين قوي يعني. القعده لطيفه جدا، كوبري زحمه بس يعني مفيش نور للاسف، فاتمنى ان انتوا تكونوا شايفين يعني. السلام عليكم.
تحية مسائية من الجزائر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا زرت أكبر شارع ألمانيا بحلويات لو بس. طب كويس، أنت عارف كل حاجة هنا أهو. النيل وما أجمله، النيل بصوا النيل جميل جدا. أنا عايز أقول لكم الكوبري على الناحيتين، يعني مش الناحية دي بس، الناحيتين زي ما أنتوا شايفين كده، ناس قاعدة وكراسي و... واضحة تمام. طب الحمد لله ان الصورة واضحة. واحنا يا جماعة على كوبري عباس، ولو كملنا على طول مباشرة كده هنوصل لميدان الجيزة، ومن ميدان الجيزة بقى هنلاقي شارع الهرم او كوبري فيصل، او تكمل على طول من جنب كوبري فيصل وتخش يمين هتبقى في اول شارع السودان، للناس اللي راجعة بقى تاني على جامعة القاهرة وتكمل دقي وكده. لكن انا مش هعمل كده، يعني احنا مش هنكمل الجيزة، احنا قريبين منها، نخش اليمين ده شارع النيل، ده امتداد شارع النيل، او يعني ده بداية شارع النيل امتداد البحر الاعظم. ام الدنيا الله ينور يا حمادة، خليك يا استاذ احمد. جميل احمد الله يبارك فيك، اعمل فيديوهات لمساعدة الراغبين في الزيارة القاهرة كبيرة. اه طبعا القاهرة كبيرة جدا، ان شاء الله بعمل الفيديوهات ديت، يعني هي مش فيديوهات، هتبقى لسه برتبها في دماغي ان شاء الله، وهتبقى برضه هحاول ان انا اعملها كده، هتبقى فيديوهات مخصصة زي ما انا عامل كان يا مكان كده سلسلة معينة، وشوارعنا في رمضان سلسلة، هبقى عامل سلسلة برضه ان شاء الله للناس اللي حابة تيجي القاهرة تمشي ازاي على الاطلاق، يعني هحاول اعمل لهم برنامج. افتخر بان مصر تحيا مصر، اهلا بيك يا استاذ هاني، والله كلنا بنفتخر باننا مصريين، ولو لم اكن مصريا لو ده انا اكون مصريا. طيارة القاهرة جدا، والله القاهرة طول عمرها جميلة، بس للأسف يعني مش كل الناس بتعرف تظهر جمالها، وللأسف بعض الأفلام بتشوه الدنيا خالص، يعني مش عارف بيستفادوا ايه، بس ما علينا. احنا كده يا جماعة في شارع اسمه شارع النيل، حاول ان انا امسك اليمين. كورنيش هنا برضو من الاماكن الهادية الجميلة، بس في ناس طبعا لان احنا في العيد. على الشمال هنا متحف احمد شوقي، الشارع ده جميل على فكرة وهادي، الشارع ده اللي فيه السفارة السعودية على فكرة. في على اليمين هنا نلاقي طبعا المراكب الكبيرة ديت اللي فيها مطاعم فيها كل حاجة. ظروف سانسيت، فكرة يا جماعة بصوا الشمال فوق كده، بس مش عارف اكون واضح من عندكم، الفور سيزون اهو، اللي هو كنت بقول لكم فور سيزون شارع مراد، هو هنا اهو على الشمال. باقي الكورنيش الناحية التانية، ما شاء الله عليك يا احمد افضل من جوجل. الله يخليك، حافظ كل ده ازاي؟ ده اقل حاجه عندي. والله يعني حاجات كتير، يعني كانت سبب في ان اعرف احفظ الشوارع كلها كويس بتواريخها بحكاياتها بمعالمها وكده. يعني احنا كده يعتبر بصوا هنلاقي في وشنا كوبري الجامعه، هنبقى متقاطعين معاه، ممكن نكمل على طول، لكن هنكمل على طول هنوصل لميدان الجلاء، يا اما نخش شمال نروح الجيزه وعند الجامعة، مش عارف والله. يعني بصوا احنا خلينا على طول، بس علشان يعني زي ما انا ناوي في اللايف ده كده اعرف اغطي اكبر قدر ممكن من المناطق. احنا كده يعتبر في كورنيش الجيزه، كوبري الجامعه في وش اهو، شارع النيل، احنا هنا في بدايه شارع النيل، ان الشارع ده مكمل، الشارع ده اللي مكمل على طول لحد ما بنوصل لميدان الكتكات، وبيكمل بعديه كمان، وده كوبري الجامعه هنا اهو. ممكن نخش
هنخش الشمال ده، بس احنا مش هنخش شمال، هنكمل على طول برضه، عشان لو دخلنا شمال مش هنلاقي حاجة واضحة. على الشارع، اه بالظبط الشارع ده فيه السفارة الكويتية بس ورا. معلش انا اسف نسيت انوه، فعلا افلام صورت مصر كبلد مش كويسة، خصوصا افلام الثمانينات كانت بتسيء بشدة مصر. مصر طبعا اكبر من كده بكتير يعني، ودينا بنحاول نوضح الصورة الحقيقية يعني لمصر. البلد، انت من وسط البلد هتركب عربية ب3 جنيه من ميدان من ميدان عبد المنعم رياض ده. يا جماعة في على الشمال هنا السفارة السعودية. عموما يعني من وسط البلد لقصر محمد علي اللي هو على الكورنيش في المؤسسة ممكن 1/3 ساعة مثلا بالعربية. على الشمال دي السفارة السعودية، واحنا كده ايه، خلونا بقى نخش شمال علشان لو كملنا على طول هنخش هنرجع تاني على الأوبرا وقصر النيل إجباري، والدنيا زحمة. خلونا نخش شمال علشان ما نلبسش في الزحمة. الشمال ده يا جماعة يودينا كده نبقى في شارع اللي هو شارلي دي جول. أستاذ أحمد تحياتي لك من السودان الخرطوم ولكل الشعب المصري الحبيب وقناتك الجميلة، الله يخليك يا أستاذ أحمد الرشيد، وشكرا جدا ليك. تاني اهو على شارلي دي جول، تمام، الشارع المشهورة طبعا. شارلي دي جول ده يعني كان اسمه شارع الجيزة. هو احنا لو مشينا الاتجاه التاني هنروح على هنلاقي شارع بياخد يمين كده اللي هو يبقى مراد، وبعدين من مراد هنبقى في شارع هنبقى في فنتان الجيزة. طبعا من العلامات المميزة في شارلي دي جول العلامة اللي على يميني دي اللي هي مجلس الدولة. مجلس الدولة على يميني هنا اهو. طبعا كل الشوارع اللي على الشمال دي اللي يعتبر شوارع تبع للدقي، وهتدخلنا كلها على ميدان المساحة. عفوا ميدان المساحة في الدقي. احنا بقى ايه، ممكن ننزل النفق ونكمل كورنيش على طول، ولكن انا مش هنزل النفق يعني. احنا خلينا من فوق النفق نخش على شارع التحرير، كنا نبقى شفنا برضو الجيزة. شارع التحرير نبقى مشينا في الدقي، شارع التحرير نخش شارع الدقي علشان نكمله على طول ونخش البطل احمد عبد العزيز مهندسين جامعة الدول. ماشي ماشي، لسه هعمل لكم جولة طويلة النهاردة ان شاء الله، عشان عارف ان في ناس كتير ما خرجتش، عارف ان في ناس كتير قعدت في البيت بتاكل لحمة بس ما بتعملش حاجة، فحابب ان انا افسحكم يعني النهاردة. لكن بعد كده اللايفات مش هتبقى طويلة كده خالص يعني. على ردودك يعني، الله يخليك يا استاذ ندى. اخي احمد الجوله رائعه، تعليقك وتصويرك اروع. انا بس اذنك ساخرج من اللايف الان واستودعك الله، ونشوف الاسبوع الجاي مع الف سلامه يا استاذ فيري، وان شاء الله في انتظارك الاسبوع الجاي ان شاء الله تنورني دايما كده. ان شاء الله عليك مرشد سياحي، ربنا يوفقك، الله يخليك يا استاذ عزه. شكرا ليك يا استاذ يوسف، مصر ام الدنيا وارضك كنانه وبلد الازهر. بصوا يا جماعه اليمين ده، انا لو كنت مشيت على طول في شارع النيل كنت هخرج اليمين اللي هناك ده واخش يمين اجباري في الشمال، اعدي بقى على كوبري الجلاء اللي هو كوبري البحر الاعمى اللي كنت صورته قبل كده، واخش الاوبرا اروح الف من عند اول قصر النيل. لكن احنا خلينا كده في الرايق عشان ايه، احنا كده بقينا في الدقي على فكره، شارع التحرير. وطبعا شارع التحرير ده كبير، من اول ميدان عابدين لحد لو كملنا على طول كده هنوصل لشارع السودان في محطه مترو البحوث. فين الزحمه المعتاده؟ والله الزحمه يعني خلاص بقى احنا في نهايه العيد وفي ناس كتير خرجت، وفي اماكن زي ما اقول في اماكن هتلاقوها زحمه وفي اماكن هتلاقوا الدنيا يعني رايقه فيها شويه. المطعم ده مشهور وبقى ليه فروع كتير، الاغا ده. احنا كده في شارع التحرير، والله هزعل منك ليه اللايفات هتكون مش طويلة، اصل بس
كل مكان اطول بيكون تحفه والله، علشان ما تزهقوش بس. احنا كده يا جماعه في شارع التحرير، تمام، وهنفضل ماشيين في التحرير وهنتقاطع بقى مع كوبري وشارع الدقي. طبعا انا كنت برضو مصور الكلام ده قبل كده، وصورت الدقي، عملت كده اكتر من فيديو وشرحتها بالتفصيل يعني كل الاماكن اللي فيها. طبعا هنلاقي على اليمين هنا سينما التحرير من الحاجات المشهورة، بس تقريبا مش شغالة يعني على ما اعتقد. لا مش شغالة فعلا، ولا شغالة ايه؟ لا السينما قافلة خالص، مش شغالة. احمد باشا مساء الفل، مساء الفل يا باشا، مساء الفل عليك. واحنا يا جماعة هنا يعتبر دي محطة مترو الدقي، هي المحطة دي. خفت الزحمة إذا تدل على أغلب سكان القاهرة ومن مناطق أخرى، هم الآن في عطلة العيد. والله سكان القاهرة كتير يعني، مش شرط، ممكن الناس قاعدة في بيتها. بس يا جماعة اليمين ده اللي هو نهاية شارع سليمان جوهر. سليمان جوهر طبعا أنا كنت مصوره قبل كده، وهي دي شارع تقاطع شارع الدقي وكوبري الدقي اللي فوقينا ده، فكرني بيعمل الجامعة السلاح. واحنا لو دخلنا شمال كده، شمال في يمين، هنبقى في عند الجامعة على طول. طبعا كل اللي في جامعة القاهرة يعني مروا على المناطق دي على طول. يا جماعة ودينا شارع السودان زي ما قلت عند محطة البحوث، لكن يمين بقى ايه، رجعنا تاني على شارع وزارة الزراعة وامتداده اللي هو هيكون البطل احمد عبد العزيز. هو فندق سفير هنا، فندق سفير قريب من هنا يعني. بص انا دخلت يمين فندق سفير، تدخل شمال تمشي عكس الاتجاه ده يعني، شارع رفيع من ميدان المساحة على طول. كم يبلغ سكان عدد القرى يا احمد؟ والله هم المفروض ان هم اكتر من 20 مليون يعني. التوقيت اتغير وانا لسه داخله؟ لا هو التوقيت ما اتغيرش، هو التوقيت اتغير النهارده بشكل استثنائي. النهارده عملناه الساعه 7، لكن في الطبيعي هنعمله الساعه 5 زي ما احنا. ادي مطعم باب اليمن من المطاعم المشهوره هنا، يمكن انا جيت هنا قبل كده واتكلمت عن برضه اشهر المطاعم. وكان في الناحيه الثانيه اللي هو في بدايه شارع ايران وكبده الفلاح، شارع الشمال خالص ده شارع مصدق، بدايته من هنا اهو، وبينتهي طبعا يعني هنقول بينتهي عند محي الدين ابو العز او بعد محي الدين بشويه. الاصلاحات شارع الهرم انتهت؟ لا كل سنه وانت طيب، ده لسه شارع الهرم الاصلاحات لسه بدا يعني، معاك كام سنه قدام يعني. هو اللي الاصلاحات انتهت فيه ودي حاجه بسطاني، شارع السودان يعني. شارع السودان من عند ميدان الكتكات كده اتفتح، ف الحمد لله يعني كده كده او كده كايدة، مش عارف والله، مش عارف اقرا، مش شايف الحروف اصلا يعني. يا جماعه انتوا بتكتبوا وبتسموا الاكونتات بتاعتكم اسامي غريبه ليه؟ سموها باسمكم عشان نعرف نقراها. وات 20 مليون؟ اه ممكن اكتر كمان. انت من القاهره ولا منين؟ اه انا من القاهره طبعا. على فكره احنا كده يا جماعه في الجيزه يعني، احنا كده يعتبر احنا كده شارع وزاره الزراعه، تمام، خلصنا شارع الدقي وبين شارع وزاره الزراعه، نلاقي طلعت اكتوبر على يميننا، طلعت اكتوبر اتجاه مدينه نصر، ده شارع نوال اليمين ده، ده شارع نوال اللي هو مش باين ده، كنت صورته واتكلمت عنه قبل كده وقلت ان اسمه اتغير، ما بقاش اسمه نوال عشان لو حد حابب يكتب عنوان او حد بيدور على الجي بي اس. اسمه تقريبا محمد حسن الرزاز، وادي على الشمال هنا المتحف الزراعي، والمكان اللي هو كان شارع 306 يعني اتقفل واتفتح تاني بمسمى جديد، ودي طلعت اكتوبر اتجاه مدينه نصر. ده اللي عايز يخش العجوزة ويكمل على طول يوصل الكورنيش. وكل سنة وانتم طيبين، والله مبسوط جدا وانا معاكم، ويا رب الفيديو النهاردة يعجبكم. وشكرا جدا للناس اللي عملت لايك، وشكرا للناس اللي بتكتب لي كومنتات وبتكتب لي كلام جميل وبتشجعني وبتدعمني، وشكرا جدا للناس اللي بتشير الفيديوهات بتاعتي. مبسوط والله ان انتم معايا، للأسف شارع جامعة الدول غير أوي عن زمان.
من عنده. هو بص هو اتغير بس يعني هيكون احسن، وبعدين هما التغييرات دي عشان خاطر المترو والخط الجديد، فيعني علشان اصلا الطرق والشوارع تقدر تستوعب كم الناس اللي بقت موجودة، ف حاجات كتير اتغيرت يعني. احنا كده يا جماعة يعتبر هنا على اليمين شارع فوة، ومن اول هنا بدأنا كده ايه في شارع البطل احمد عبد العزيز بعد الاشارة دي على طول يعني. حد عارف كده يا جماعة احنا بدأنا منين وايه المناطق اللي عدينا فيها؟ لو حد متابعني من الاول يكتب لي احنا ايه المناطق اللي عدينا عليها، يعني عدهم لي كام منطقة كده نفتكرهم مع بعض. انا كده في البطل احمد عبد العزيز، احاول امسك اليمين كده علشان نمشي براحتنا، مش هينفع نبقى ماشيين في الشمال براحتنا. حضرتك لسه كل خير، ربنا يوفقك الله يخليك، شكرا جدا ليك. احلى تحية الى استاذ احمد باشا، مجهودك الرائع كالعادة مبدع، الله يخليك يا ميرو. وعلى فكرة يا جماعة الاشارة ديت ده تقاطع شارع عبد المنعم رياض، شمال كده يودينا على ميدان الثورة وسليمان أباظة بقى والجزء ده، واليمين ده بس طبعا هو شارع اتجاه واحد، اليمين ده رجعنا تاني على العجوزة ورا خالص عند الكورنيش قريب من مسرح البالون يعني. انت بخير وشكرا ليك انك بتساعدنا، الله يخليك يا ندى. نحن نتجول معك على الكنبة، اهلا بيك يا ماكس، منورني والله على الكنبة، تعال الكنبة فاضية اهي. حضرتك تعرف الفنادق كويسة في الدقي؟ والله في الدقي في فنادق كتير مشهورة يعني شيراتون يعتبر في الدقي، وفندق سفير في الدقي، فندق سفير ناس كتير بتفضله يعني. آخر شارع جامعة الدول، آخر شارع جامعة الدول شارع السودان، هو جامعة الدول بيبدأ من سفنكس وبينتهي في السودان. احنا كده في البطل أحمد عبد العزيز يعني 8 أماكن، والله مش عارف بالظبط كام، ممكن نعده، شبرا وسط البلد تحرير وجاردن سيتي والمانيال والجيزة والدقي والمهندسين. احنا كده وصلنا لكام؟ احنا كده يا جماعة في البطل أحمد عبد العزيز وخارجين على جامعة الدول، جامعة الدول العربية. كويس الحمد لله ان الدنيا رايقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخبارك ايه يا احمد؟ ام محمد انا الحمد لله والله بخير يا استاذ ام محمد، ويا رب تكونوا انتوا كمان كويسين وبخير. ممكن تدخل شارع مساكن الضباط، فين شارع مساكن الضباط؟ او تقصد ايه بالظبط مساكن الضباط يعني؟ ولو مساكن الضباط هيبقى مجمع مش شارع. اللايف اللي جاي ده فكرة الشارع الناحية التانية هو اللي في ناس يعني وفي حركة أكتر، وفي حتى في الجنينة هي اللي في النص شايف في ناس كتير قاعدة يعني. مجمع مش عارف يعني ايه مجمع، ماشي كده يا جماعة وجامعة الدول وداخلين خلاص على بدايته ميدان سفنكس، في على اليمين هنا وفندق النبيلة الفنادق المشهورة، وبعدين هوليديز اكسبريس الفندق. ممكن نعمل ايه بقى؟ ممكن دلوقتي نطلع كوبري 15 مايل وننزل الزمالك، ايه رأيك يا جماعة الزمالك ولا نكمل على طول ولا ايه؟
الراجل اللي بيكسر تاريخ، هو مش راضي يكسر للأسف. من السعودية تحية كبيرة لابن بلدي. الله يخليك يا أستاذ هاني، شكرا ليك. عدد سكان مدينة القاهرة 22 مليون نسمة تقريبا يعني. أنا قلت أكتر من 20 مليون عشان أنا مش عارف بالظبط كام، والأرقام بتتغير بشكل مستمر يعني. خلينا نكمل كده من تحت. على فكرة يا جماعة بصوا، في طلعة كوبري هنا اهي تمام اللي على الشمال دي، وهتيجي طلعة تاني، الاتنين نفس الطلعة يعني، اللي ملحقش الطلعة دي ما يزنقش نفسه ويفضل يمسك شمال ويحاول يعني. الاتنين نفس الطلعة ده بالنسبة للناس اللي بتيجي هنا، علشان دايما بلاقي ناس ان هي لما بتعدي الطلعة اللي فاتت دي بتفتكر ان الطلعة نفسها فاتتها، بس في طلعة تاني قدام هي، واللي مش هيطلع الطلعة التانية يطلع على كورنيش عند مسرح البالون كده، يعتبر كورنيش العجوز. الزمالك، اذا ممكن الزمالك، شوف الطريق الاسهل ليك. الزمالك يعني، خلينا في الزمالك خلاص. شكرا جدا والله يا استاذ ندى على ردك يعني. خلاص تمام ان شاء الله، خلينا الزمالك. بتحبوا الزمالك انت، انا عارفكم. وانا كمان بحبها والله. الزمالك جميلة طبعا، الزمالك جميلة. تمام، عدوا لي كده يا جماعة، احنا شفنا كم منطقة النهاردة يعني، عدوا لي كده وقولوا لي. نفس الشيء في المغرب، لكن ايه مش ملحقتش. شكرا لكم انت، احنا كده خلاص يعني هنطلع الكوبري. تمام، ده كوبري 15 مايو يا جماعة، ودي طالعة من طلعاته. احنا كده 15 مايو اتجاه التحرير. عندنا في المغرب مهنة السايس برضو، ربنا يخلصنا من المهنة دي على خير. بقول لك، هو انت رايح مشوار ولا طالع مخصوص علشان يعني انت شايف ايه؟ هو في حد بيروح مشوار سبع ثمان مناطق في بعض؟ اكيد يعني، ده يعني بكون مخصوص علشانكم، وكل مره بكون مخصوص علشانكم يعني. كده رايحين سيد الصاوي، صح بالظبط يعني. لا رايحين سيد الصاوي، برافو عليك. هي ساف وشنا على طول اهي يعني. ام كلثوم بليز، انا لسه داخل اللايف. ملك الظلام اهلا بيك، ويعني هتلحق معانا شويه ما تقلقش. الشوارع من ناحيه النظافه، ان شاء الله كل حاجه تبقى احسن. ام كلثوم بليز، ابو بكر كل سنه وانت طيب يا احمد، ربنا يوفقك. متابعك سوداني من فرنسا، روح الدقي سليمان جوهر. اهلا بيك ابو بكر، انا صورت الدقي قبل كده سليمان جوهر، هتلاقي خش في فيديوهات القناه تلاقيه تمام، وحلقه مفصله يعني. وانا عديت من يعني، كنت شارع التحرير النهارده وعديت من عند نهايه سليمان جوهر يعني. ربنا يبارك لك، الله يخليك استاذه سلوى، احنا معاك لاخر المشوار مش بنعد. طيب والله شكرا لكم، منوريني والله، يا رب ما تزهقوا. بس بصوا يا جماعه، ايه كده شكله جميل جدا. احنا كده يا جماعه بصوا، كوبري 15 مايو ده بيعدي من فوق جزيره الزمالك، بيربط الزمالك بالجيزه. الجزء ده بيربط الزمالك بالجيزه، والجزء اللي قدام هنشوفه برده بيربط الزمالك بالقاهره. طبعا اللي هينزل النازله اليمين دي هروح على شارع الجبلايه، ويكمل على طول يوصل بقى الكوبري 6 اكتوبر، وفي طالعه ويكمل، او يكمل على طول يوصل للنادي الاهلي وكوبري قصر النيل. لكن احنا ننزل على طول على 26 يوليو. اشكرك من كل قلبي، لايفاتك حلوه، اشكرك على المجهود الذي تبذله، الف شكر. الله يخليك يا استاذ ابراهيم، شكرا لكل ذوقك. فين رايح الان؟ انا دلوقتي نازل على شارع 26 يوليو الزمالك، وتقريبا في حفله الساقيه على ما اعتقد، لان انا شايف ناس كتير قوي تحت مجمعه. ابو بكر عبد القادر بيقول لي معاك للصبح، الله يخليك يا استاذ الوقت، شكرا ليك. انا عن نفسي معاك الفجر لو عايز. طب الحمد لله والله، في ناس كتير اهو يعني موجوده معانا، منورنا دايما ان شاء الله. على اليمين الجامع ده اسمه مسجد الزمالك او جامع الزمالك، وهنا ساقيه الصاوي تحت، في ناس خارجه وفي ناس لسه هتدخل. معقول نعد وراك؟
لا لازم تعده بقى، لازم تعده عشان الحساب ما بيزعلش. كده في 26 يوليو، والفيلا اللي على اليمين دي ليها قصة كده ان شاء الله بكلمكم عنها بعدين. خلينا مكملين في 26 يوليو، الزمالك والدنيا هادية كتير عن اوقات تاني كتير، يعني قطع كده مع شارع شجر الدر، هي دي إشارة شجر الدر، والإشارة اللي بعدها اللي هي إشارة البرازيل وحسن صبري. يعني على اليمين شكل شارع 26 يوليو في منطقة الزمالك. لو أدري إنك تطول كان عملت كوباية قهوة. عايز أقول لكم أنا عايز أشرب كوباية شاي والله، لما بتكلم كتير يعني لما بسوق أتكلم وأشرح وكده ببقى عايز أشرب شاي. خلص بقى ان شاء الله، البس ممتع وجبنا جينا الكافيه مكملين معاك، نجيب لك فنجان. الله يخليك، شكرا جدا يا ميرو. واجب وصل خلاص. طب ما نخلص بقى ان شاء الله. على فكره انا قلت لكم اعتقد يعني عملت بوست قلت اني على ميعاد البس، قلت ان انا هطول النهارده، يعني لو انا عشان في العيد بقى والناس عايزة تخرج وكده، فلازم البس في العيد يكون مختلف، في نهاية الأجازة كمان. هبعت لك كوباية شاي يا أحمد. الله يخليك يا أم محمد بنت العراق. أقوم أعمل لك شاي. شكرا جدا يا ودود، شكرا جدا ليك يا جماعة، الله يخليك، شكرا جدا بجد. نريد فيديوهات مصورة وأنت بتمشي. حاضر تمام، هعمل لكم كل حاجة. أخيرا في الزمالك، وده الشارع اللي دخلته لما كنت بصور بيت عبد الحليم. اليمين ده حسن صبري، الشمال الناحية التانية قصاده، بس ملحقتش اصوره عشان الطريق ماشي، اللي هو شارع البرازيل. الشارع هيجي برضو على اليمين ان شاء الله بصوره لكم قريب، علشان في حاجة مهمة جدا برضو. الشارع ده اللي هو مكتوب ممنوع الدخول، ده شارع يحيى ابراهيم، بصوره لكم عشان في حاجة مهمة جدا. كوبري تحفة، تحصلوا في شارع طه حسين، فندق بريزيدنت. اه طبعا عارفه بريزيدنت ده، 8 طه حسين تقريبا، 6 او عنوانه 6 او 8 شارع طه حسين، فاكره كويس الفندق ده يعني. خلينا نطلع تاني بقى على كوبري 15 مايو. على فكرة كل الطريق اللي احنا مشيناه من تحت ده في الزمالك 26 يوليو كان ممكن نمشي من فوق على الكوبري على طول، الناس اللي عايزة تختصر، لكن احنا مش عايزين نختصر، احنا عايزين نتمشى، اضطرينا ان احنا نمشي من تحت. في على اليمين هنا فندق الماريوت، تمام. في الوش مبنى وزارة الخارجية باين اهو، العلامات المشهورة جدا على الكورنيش. كوبري 15 مايو بقى طبعا يعني من الكباري اللي مش دايما بيكون عليه ناس يعني او كده. للأسف يمكن علشان الدنيا ظلمة والدنيا ليل يعني، الشكل عموما مش واضح قوي، ولكن انا اتمنى ان انتوا تكونوا شايفين الى حد ما يعني. عارف ميدان الجيش واحمد سعيد؟ لو تعرف يا ريت تعمل لنا لايف منه، الله يبارك لك. اه اكيد يعني، عارف ميدان الجيش، عارف احمد سعيد، عارف ميدان باب الشعريه، وعارف شارع بورسعيد، وعارف كل حاجه يعني. انت لطيف ومؤدب، قطعه سكر، طريقه كلامك يا احمد، الله يخليك يا ماكس، شكرا لذوقك. على فكره يا جماعه، الناس اللي هتنزل على طول ده كده امتداد شارع 26 يوليو منطقه الوكاله، لكن خلينا احنا ننزل يمين على الكورنيش اننا في اتجاهنا للتحرير والدنيا زحمه. بس يعني انا طولت قوي كده، عدينا الساعه. طب وبعدين؟ طب خلاص مش خلينا مكملين بقى، احنا في عيد وكل سنه وانتم طيبين، ف تمام هنطول شويه النهارده. انا مش همشي في الشمال مع اني بحب امشي في الشمال في الجزء ده عشان بيكون اكتر حاجه منجزه، لكن هنمشي في اليمين.
عاوزين نصور وانت بالعجلة ممكن؟ ان شاء الله حاضر ماشي، خلي بالك من الطريق، احنا معاك الله يخليك يا ميرو. احنا هنا المغرب الساعة 10 تقريبا. النت وحش في مصر، بطيء جدا، اللايف مش هيظبط الا بخط ارضي. ماشي بخط ارضي ومال، ونجيب قد مثلا 20,000 كيلو متر سلك نربطه في العربية، مش بنزهق. طب الحمد لله. محمد العلواني نورت، استاذ احمد محمد من العراق، اهلا بيك يا استاذ محمد وكل اهل العراق. هو فعلا ممشي اهل مصر لازم كابلز؟ لا مش لازم كابلز ولا حاجه، احيانا في العيد احيانا يعني لما تبقى الدنيا زحمه قوي، فعلشان ما يحصلش مضايقات يعني عموما، فبيقولوا لازم كابلز. الكلام ده لتحت يعني، الممشى اصلا يا جماعه مش فوق، تمام؟ الممشى بيبقى تحت، فاحيانا بيكونوا كابلز يعني. لو حد انت روح، لو حد كلمك قول لهم ان انت تابع يعني، ما تقلقش. خد الواي فاي معاك. والله جربت الفكرة دي ولقيت ان هي برضو مش هي هي يعني، مش فارقة كتير. كيف حالك؟ معاك سلطان من السعودية ونازل مصر الاسبوع الجاي، اهلا بيك يا استاذ سلطان، تنورنا ان شاء الله انت وكل اهل السعودية. طبعا يا جماعة الكورنيش اهو، الناس بتتمشى، ودي على فكرة دي المرحلة، الجزء الاول من المرحلة الثانية اللي هو من كوبري 15 مايو لحد 15 مايو لحد كوبري اكتوبر. والله افتكرت البث المباشر اللي عملته وقت الفجر من شهر تقريبا، مريت على نفس المكان. اه بالظبط، بس انا كنت في وسط البلد وجيت. هو فعلا يعني انا اصلا هاخد يوتيرن وارجع تاني يعني، انا بس منتظر الميكروباص ده ينزل الناس عشان نعرف نكمل. بيتي جنتي، كل سنة وانت طيب وانت طيبة وبخير. الغربة صعبة لكنك بتهون علينا، ربنا يساعدك الله يخليك يا استاذ هاني، ان شاء الله ترجع لنا بالف سلامة يعني، ترجع بلدك تنورها ان شاء الله. فمساء الخيرات والبركات، سعيد جدا بمتابعتك يا استاذ احمد والله، وانا اسعد يا استاذ فتح الله، منورني ومشرفني كده الله يخليك، شكرا جدا ليك. شكرا جدا تاني لكل الناس اللي عملت لايك. احنا على الكورنيش اهو خلاص يعني، بصوا على شمالي ماسبيرو الاذاعه والتلفزيون، في الناحية التانية طبعا كورنيش الزمالك، المراكب هناك اهي، وبرج القاهرة اعتقد ان هو واضح من هنا، واضح ولا مش واضح؟ في على الشمال هنا اهو مسبيرو، احنا مكملين في الكورنيش، الدنيا زحمة. انت واجهة ووكينج ان كايرو، يعني ووكينج ان كايرو، انت واجهة مشرفة لمصر والعرب الله يخليك يا استاذ جاوي. وانا بعمل فيديوهات ووكينج يعني، انا بعمل فيديوهات وانا ماشي فعلا، بس مش فاهم انت تقصد ايه بالظبط. ووكينج ان كايرو. محمد الصعيدي، استاذ محمد الصعيدي عمل لي قهوة، الله يخليك يا استاذ محمد، شكرا ليك، بس انا عايز شاي مش قهوة. ولا ده شاي بس بفنجان ولا ايه؟ خلاص بقى، عايز تشرب شاي انهي البث حالا واشرب شاي وتمشي في المكان الحلو ده، فرصه ما تتعوضش والله يعني. انا اهم حاجه ان انتوا تكونوا مبسوطين يعني، اهم حاجه عندي دلوقتي. بعدين احنا خلاص يعني قربنا نخلص، لان انا طولت قوي، وانا هقول لكم احنا كده بدانا منين ووصلنا فين يعني. احنا بدانا من شارع شبرا، ومن شبرا الى تقاطعنا مع شارع رمسيس، وبعدين دخلنا عرابي وسط البلد، طلعت حرب، القادر حمزة، سيمون بوليفار، كورنيش جاردن سيتي، شارع المانيال، كوبري عباس، رجعنا تاني شارع النيل، من شارع النيل شارع التحرير، شارع التحرير شارع الدقي، البطل احمد عبد العزيز، جامعة الدول، جامعة الدول سفنكس، كوبري 15 مايو 26 يوليو، طلعنا تاني كوبري 15 مايو، نزلنا على كورنيش التحرير اللي ممشي اهل مصر.
وبس. حلو قوي كده، هنلف بقى ان شاء الله ونشوف ممشى، يعني نشوف الكورنيش كده ليلا تاني، عشان خلاص يعني احنا يعني خلاص يعني هيبقى اخر حاجة ان شاء الله. واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وعلشان نحقق هدفنا ونغطي كل شوارع مصر ونشوف مصر في كل الاوقات وفي كل المناسبات، ونشوف اجواءها دايما في كل حدث. وبالنسبه للناس اللي بتقول لي ما بيوصليش اشعار، يعني انت ممكن الغي الاشتراك واشترك تاني وفعل الجرس. يعني في حد كان بيكلمني كان قبل كده قال لي يعني ان هو لما عمل الحركه دي، لان في ناس كتير بتقول لي كده، في ناس كتير بتقول انا ما بيوصلنيش اشعار لما انت بتنزل فيديو. فللناس اللي مهتمه بالبث المباشر عشان يوصل لك اشعار اول ما يوصل، اول ما ابدا، الغي الاشتراك واشترك تاني وفعل الجرس، ولو ما جابتش نتيجه حاول تعمل اكونت تاني وتشترك من خلاله، ان شاء الله هيجيب نتيجه. يعني سؤال سكان القاهرة، بص يا ماكس يعني يعني خلينا ايه، خليك معانا وانا بقى ان شاء الله اقول لك كل حاجة، بس بعد البث ممتع الصراحة. طب الحمد لله انه ممتع. محمد سعيد ربنا يسعدك، الله يخليك، شكرا جدا ليك. وقت جميل، ألف شكر على تعبك ووقتك، الله يخليك، شكرا جدا ليك. البنزين غالي فعلا، ربنا يقوي تعلق، فأنا محوش لكم من زمان عشان الجولة دي. احنا كده يا جماعة بصوا على طول ميدان التحرير، ولكن خلينا احنا بقى نلف. انتم في الوش اهو، كمل تاني على الكورنيش، نرجع تاني بقى. اللي على شمالي دي يعتبر طالعه لكوبري اكتوبر، يعني لو احنا كنا واحنا جايين كده كان ممكن نطلعها نبقى اتجاه الدقي والمهندسين. يعني انا عايز اعمل معاك واجب واقول لك العربية الله يخليك يا باشا، الواجب بص من غير حاجه يعني. احنا شاكرين لك جدا على تعبك وذوقك المحترم، الله يخليك يا استاذه سناء، شكرا جدا ليكي. ورب بس يعني اهم حاجه الفيديو يكون عجبكم، وزي ما بقول كده ان شاء الله الفيديو هيتم اعاده نشره تاني بكره يوم السبت ان شاء الله. تمام، واحنا خلاص يعني في نهايه اللايف، وحابب ان انا اشكركم كلكم، ومعتذر يعني الدنيا ضلمه شويه كده مش منوره، فممكن الرؤيه ما تكونش احسن حاجه. وانا كنت على الكوبري اللي هيجي اللي في الوش ده اللي هو كوبري 15 مايو، ونزلت اتجاه التحرير، خدت يوتيرن ورجعت تاني، وانا دلوقتي رايح على الجزء بتاع ممشى اهل مصر، وهيبقى هو ده ان شاء الله نهايه اللايف. وبعتذر لو كان حد كتب لي كومنت ما عرفتش اقراه، شكرا جدا ليكم كلكم. سؤال ليك، ما هو اجمل مكان، اجمل حي مكان في القاهره؟ بص هو مفيش حاجه اسمها اجمل مكان، انت بتحب ايه؟ يعني في ناس بتحب المناطق الشعبيه، ففي مناطق شعبيه جميله، في ناس بتحب المناطق الهاديه، في مناطق هاديه، في ناس بتحب المدن الجديده، في مدن جديده، في ناس بتحب المناطق الاثريه، في مناطق اثريه، فعلى حسب انت حابب ايه يعني، الموضوع بيرجع ليك انت. وعموما اي حاجه عايزها، اي حاجه بتحبها هتلاقيها موجوده في القاهره، هتلاقيها موجوده في مصر عموما وتحديدا في القاهره. الله يسعدك زي ما بتسالنا، الله يخليك يا استاذه ليلى، شكرا جدا ليكي بجد يا احمد، انت انسان محترم جدا، شكرا لك على تعبك معانا يا احمد، الله يخليك يا ام محمد. استاذه حنان، الف شكر على تعبك ووقتك، احلى مشوار، الله يخليك يا استاذه حنان، شكرا جدا ليكي ولذوقك، شكرا لكل الناس اللي كانت منوراني ومشرفاني النهارده. وادي الكورنيش يا جماعه، وهنلاقي بقى زحمه الكورنيش، انا متاكد ان المكان ده هيكون زحمه يعني، لان ناس كتير جدا بتيجي هنا، وانا كل ما بعدي يعني من هنا لاي ظروف يعني لاي مشوار بلاقي المكان ده زحمه. تستاهل دعاية لقناتك في السعودية، الله يخليك، شكرا جدا ليك، ويعني اهلا بالسعودية بكل اهلها، دايما منوريني كده يعني، من هنا والبنك الاهلي، وبعدين فندق سانت ريجيس اليمين، طبعا على الشمال بقى الكورنيش والممشى والناس والزحمة والعربيات وكل الحاجات دي. شكرا لك من المغرب، عفوا يا ماكس، المشوار في الليل غير هدوء وسكون، تقصد في الفجر
كامل طبعا الكورنيش. يا رب الرؤية تكون واضحة لكم كده يعني. مشكور على المجهود، الله يخليك، شكرا جدا ليك. طبعا انا شايف، انا من عندي شايف زحمة، مش عارف انتوا شايفين ايه. في على اليمين كونراد، فندق كونراد، في على الشمال هنا سبيكترا، مطاعم مشهورة، هيفتح تقريبا بوخارست كان هيفتح هنا على ما اعتقد يعني. لسه ده كل ده طبعا الكورنيش، المرحله اللي فتحت اللي هم مش اهل مصر، اللي هو من كوبري مايو 15 مايو لكوبري امبابا. بتفكرني بذكرياتي مع والدي الله يرحمه، كنت معاه في التاكسي على طول. ربنا يديك الصحه، ربنا يرحمه يا رب ويرحم امواتنا جميعا، اللهم امين. وان شاء الله يكون الفيديو عجبك يعني واستمتعت بيه. ام اس مشكور على المجهود، الله يخليك استاذه نبيله، شكرا على الجوله الممتعه، الله يخليك يا استاذه نبيله بنت العراق، خد بالك من الطريق، الله يخليك يا ودود حاضر. يا رب تكونوا شايفين كده الموضوع بشكل اوضح. ايمن بيقول لي مبدع كالعاده يا استاذ احمد، الله يخليك يا استاذ ايمن وشكرا جدا ليك. خلينا بقى ايه، تمام الطريق فتح على الشمال طبعا، كل اللي على الشمال ده. وبالنسبه للناس اللي بتسال، يا جماعه الكورنيش من فوق مفتوح لاي حد يعني، كورنيش طريق عادي، الناس اللي تحت بس. وموضوع الكابلز ده مش بيكون في اي وقت، بيكون مثلا في المناسبات ايام العيد مثلا، وما بيكونش شرط يعني، وبيكون بس لما هما بيحسوا ان الدنيا زحمه قوي والموضوع هيفلت منهم بيعملوا كده يعني، علشان يخفوا الضغط شويه يعني، علشان ما يحصلش مضايقات يعني. دي حاجه كويسه على فكره، مش حاجه وحشه يعني، حاجه كويسه علشان خاطر ايه، امان لينا يعني ولاخواتنا البنات. مساء الخيرات، مساء الخير يا استاذه جينا، اهلا بيكي، جيتي متاخر يا استاذه جينا، معلش هاتي الحقينا المره الجايه، احنا بقالنا ساعه ونص تقريبا او اكتر كمان يعني، مش عارف بالظبط كده. خلصنا بس انا هكمل معاكم قدام شويه. كوبري امبابا اهو، لو كان في وقت بقى كنت لفيت وطلعت كوبري امبابا وديتكم امبابا بقى والورق وكل الناحية التانية دي، بس خلاص بقى طولنا جدا جدا المرة دي. انزل هات لنا عصير قصب بقى، حاضر بس كده من عينيا. حد عايز حاجة تاني غير عصير القصب؟ بالمرة يلا، لسه مخلصة شغل، ربنا يعينك ويقويك، معلش اتعود المرة الجاية ان شاء الله. ابو شريف العوقلي والعقلي، تحياتي لك استاذ احمد، تحياتي ليك. ونسقع وزين فرغلي في جامعه الدول، كنا هناك استنيته دي لما رجعنا. ترمس انا تمر هندي، اه ماله ماله، انتوا جايين تحققوا احلامكم هنا بقى. لحظه واحده بس ارخي علشان خاطر ايه يا جماعه، احنا خلصنا كده. عايز اسلم عليكم اتكلم معاكم شويه، عاملين مبسوط جدا والله، انا كنت معاكم وان شاء الله باذن الله نكون مع بعض دايما. وشكرا جدا زي ما بقول كده للناس اللي بتحب وبتدعم قناه شوارعنا، وشكرا للناس اللي بتعمل لايك، وشكرا للناس اللي بتشارك الفيديوهات بتاعتي، لان دي من اكتر الحاجات اللي بتساعدني. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم جديد، وعلشان نحقق هدفنا مع بعض وهو تغطيه كل شوارع مصر. وان شاء الله يكون في سلاسل لفيديوهات وافكار تاني جايه جديده كتير ان شاء الله، بس للاسف انا وقتي مش يعني وقتي ضيق شويه، فمش عارف اللي انا اعمل كل اللي في دماغي يعني، لكن ان شاء الله كل حاجه تتعمل وكل حاجه تتنفذ. في انتظار بقى دعمكم وكلامكم الجميل وكومنتاتكم الحلوه واللايك والشير واشتراك في القناه. وعايز اسلم عليكم واحد واحد زي ما بعمل في نهايه كل لايف، ويا ريت كل واحد يكتب لي اسمه وهو منين علشان اعرف اسلم عليه. تعالوا بقى نشوف الطلبات اللي طلبت مني. السقا بيقول لي عاوزين ترغلي وابو حيدر، تمام. استاذ اسلام عايز ترمس، واستاذه جينا تمر هندي،
استاذة حنان، عايزين سلامتك، الله يسلمك. خلينا نرجع تاني كده، شكرا ليك. بس عايزين السبت ان شاء الله، السبت انا ابي عصير. استاذة ليلى عايزة عصير مانجا. حاضر تمام، معلش كنا تقول عليك قوي. يا باشا انتوا منورين والله، ده انا اللي طولت عليكم وزهقتكم النهارده. طيب كوباية حمص الشام. طيب تمام، حمص الشام بصراحة كل لك ذوق، انت شاب خلوق الله يخليك، شكرا ليك. منور ابو حميد، استاذ مصطفى زكي الله يخليك يا استاذ مصطفى. ميرو منور كالعادة يا استاذ احمد الله يخليك، احنا مبسوطين واحنا معاك، ربنا يسلم طريقك، شكرا جزيلا الله يخليك يا استاذة سناء. قمر تحياتي من تونس، اهلا بيك يا قمر وكل اهل تونس، نحبكم برشا. اخيرا زرع المشاركين، مبروك الله يبارك فيك، هو ظاهر من بدري يعني مش دلوقتي. ليلى جيم من السعودية، اهلا بيك يا استاذة ليلى. استاذ اشوق شكرا لمجهودك الله يخليك. استاذ ايمن ربنا يوفقك، شكرا. هلا كونت اسمه هلا بيقول لي مع السلامة. في عز الرحمن الله يخليك يا هلا. ندى انا فتحت عليك فتحة. انت اللي هتحاسب على المشاريع دي كلها. يا رب ما تقطعها واجعلها عادة ان شاء الله باذن الله يا رب. توفيق دايما يا احمد الله يخليك يا استاذ احمد صلاح الدين. استاذة جينا كل شكرا يا احمد وكل سنة وانت طيب. استاذة جينا من ايطاليا، استاذة نبيلة من باريس، هدود شكرا على مجهودك، هدود من الجيزة، أم محمد شكرا يا أحمد ربنا يوفقك ويسعدك، من القاهرة، إسلام فوزي تحياتنا من الإمارات الله يخليك، أستاذ مصطفى زكي مش عارف منين ومش كاتب، شكرا ليك، أستاذ ماجد من فنلندا، أهلا بيك أستاذ ماجد، شكرا، أستاذ أحمد هدير، هدير بنت العراق، أكيد هدير من العراق، أنت إنسان جميل مصري مقيم بالسعودية، أهلا بيك يا أستاذ هاني. أستاذ هاني من السعودية، ماما سلوى من دار السلام، أهلا بيك يا أستاذ ماما سلوى، شكرا يا أحمد أدير من الجيزة. أستاذة سناء السوداني، أستاذة سناء من السودان، أستاذة ندى أحمد هو اللي مفسحنا هو. كل سنة وأنت طيب يا حبيبي، أخوك في الله وليد الله يخليك يا أستاذ وليد. أم عمر من المطرية والتعاون، ربنا يحفظك يا ابن الله يخليكي، نشوفك الأسبوع الجاي إن شاء الله. أستاذ إسلام كل سنة وأنت طيب بخير. جيهان وإسلام من الإمارات، أهلا بيكوا كل أهل الإمارات. طبتي سر قلمي، تمام. جيهان من الإمارات، أستاذ ندى كل سنة وأنت بخير وربنا يوفقك الله يخليكي. ميرو من مصر الحبيبة، وشكرا جدا ليكوا، مبسوط جدا إن أنتوا كنتوا معايا، وإن شاء الله نتقابل تاني. حاول على إن شاء الله يعني إن شاء الله هنتقابل تاني، وهحاول إن أنا أعمل لكم فيديوهات مسجلة. ويلا بقى، طولت عليك أوي، إحنا كده أكتر من ساعة ونص. يلا مع السلامة.